السمنة هي زيادة في نسبة الخلايا الدهنية الموجودة تحت الجلد وفي الجسم. للأسف هو مريض السمنة مختلف عن بقية المرضى من ناحية أنه هو مريض جاي في صحته. وتقدم عنا العلم بحيث أنه صارت هاي الأمور جدا سهلة ومتوافرة للجميع في جميع العيادات وجميع المستشفيات أو المراكز الطبية. لازم نشرب مي ما لا يقل عن 3 لتر. 3 لتر سوائل في اليوم كتير مهمة حتى تمنع التجلطات. هاي الحالة الأشاب أجرى عملية واحدة من عمليات السمنة اللي مشهورين منهم التكميم أو تحويل المسار، وفقد 100 كيلو من وزنه. بأن الفيتامينات المتعددة بحد ذاتها وبشكل مباشر ما بتزيد من الوزن،